قال مصدر عسكري مسؤول أن قوات الجيش بدأت فجر اليوم في حملة مداهمات جديدة بعدد من المناطق بشمال سيناء، خاصة القرى جنوب رفح والشيخ زويد والتي يتمركز بها أغلب أعضاء جماعة أنصار بيت المقدس. وأوضح المصدر أن طائرات الأباتشي والهليكوبتر قامت بتمشيط واسع لجميع المناطق الحدودية لرصد تحركات العناصر الإرهابية، وقامت قوات الصاعقة وقوات المشاة بالانتشار وفقا لخطة دقيقة لمحاصرة العناصر الإجرامية والتعامل معها. لمزيد من التفاصيل بينضم لنا الأستاذ أحمد أبو دراع، مراسل المصري اليوم بشمال سيناء. مساء الخير يا أستاذ أحمد، ومزيد من التفاصيل حول الوضع الأمني في سيناء. الوضع الأمني في سيناء، استمرت العمليات العسكرية في مدينة رفح والشيخ زويد والقرى التابعة لها. قامت القوات المسلحة بتجريف عدد حوالي 3000 متر مربع من الزراعات المجاورة للشريط الحدودي، وكذلك قامت بتدمير نفقين مساء أمس، وقامت بحملة عسكرية على قرية البرف جنوب مدينة رفح، وقامت بمداهمة عدة منازل داخل القرية وعدد من القرى المجاورة لقرية البرف في محاولة للبحث عن عدد من المسلحين متهمين بمهاجمة الأكمن الأمنية وأفراد الشرطة والجيش. نعم. طيب، طائرات الأباتشي والهليكوبتر بالتعاون بالتأكيد مع قوات المشاة والصاعقة بتقوم بالانتشار في العملية العسكرية. هناك عدد كبير من المدرعات على الأرض يقوم بمداهمة المنازل والقرى تحت غطاء جوي لطائرات الأباتشي باستمرار فوق المدرعات وفوق القرى المرادية للمداهمة. نعم، بالنسبة لردة فعل أهالي سيناء من هذه الحملات وخاصة القرى الموجودة في جنوب رفح وجنوب الشيخ زويد، حتى الآن يعني ردود فعل متباينة يعني فيما يخص العمليات العسكرية. أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أحمد أبو دراع، مراسل المصري اليوم في شمال سيناء.